خلينا نبدا رشا بالفقره الطبيه، وموضوع كثير مهم ولازم دائما رشا بكل مناسبه نركز على هذا الموضوع، وموضوع اللقاحات. ووزاره الصحه خلينا نقول اطلقت حمله اللقاحات للمتسربين مع بعض القلق من الاهل. خلينا نقول البعض يمكن بيتخوف من هي اللقاحات، والبعض الاخر بالعكس بيتشجع عليها، غير اللقاحات الداعمه. اكيد فرح، دائما الام بتخاف انه ابني بده يسخن، ابني شو بده يصير فيه، ابني بده كمادي على رجله، ولكن اليوم يعني هي اللقاحات هي من اللقاحات مثل ما قلنا الداعمه، وانقذت حياه كثير من الاطفال، 2 ل 3 مليون تقريبا يعني بمجتمعاتنا. بس ولكن بضل في استفسارات دائما من الاهل، هدول الاستفسارات حيجاوبنا عليهم ضيفنا لليوم، وهو الدكتور قصي الزير، وهو اختصاص في طب الاطفال. يسعد صباحك استاذ دكتور قصي. صباحكم ورد، وصباح الاخوه المشاهدين. ان شاء الله دائما اطفالنا بعيد عنهم الامراض الخطره، وخاصه الأمراض يلي منحصن منها الأطفال باللقاحات، واللي هي جدا ضرورية لتحصين أطفالنا من أمراض خطرة على حياتهم، خطرة على صحتهم، بتحسن مناعتهم، وهي شيء جميل، هدية جميلة الأهل بيهدوها لطفلهم. والدولة مشكورة عم تأمن اللقاحات لوقاية الأطفال من أمراض خطيرة. المناعة عند الطفل دائما بنقول مناعته بسيطة أو خفيفة، من الولادة بتكون مناعته ضعيفة جدا، ببلش يتطور الجهاز المناعي عنده ليوصل لعمر 5 سنوات حتى يكون قريب إلى الجهاز المناعي عند الكبار. فلذلك الطفل معرض للإصابة أكثر من الكبار ببعض الأمراض الخطرة على حياته والمهددة لحياته. نوجد اللقاحات، اللقاح هو شيء جميل جدا ويعني وضروري اعطائه لكل طفل. لحد الان نحن في مجتمعنا، في بعض المجتمعات بيقول لك خليه هو يمنع لحاله بلا ما ياخذ لقاح، او الاهالي لسبب او لاخر ما بيعطوا اولادهم اللقاحات، او ما عندهم قناعه باللقاح. اللقاح هو شغله ضروريه جدا في عالم الطفولة لتحسين المناعة ضد أمراض خطيرة جدا. يعني السل، يعني لحد الآن عم نشوف حالات من السل قاتلة عند الأطفال، وإن لم تكن قاتلة، معلش رح أحكي بشوية هذا حتى العالم تعرف أنه شغلة ضرورية، فقد يعطي اختلاطات خطيرة على حياة الطفل. شلل الأطفال، شلل الأطفال من الأمراض الخطيرة جدا، ونحن في منطقة حروب. يعني سوريا بسبب حكمة الدولة وتكرر الجرعات بإعطاء جرعات شلل داعمة بشكل متكرر، يعني وساندتنا منظمة الصحة العالمية بذلك، استطعنا مع نحن بمنطقة حروب، منطقة الحروب دائما تنتشر فيها الأوبئة، وشلل الأطفال نحن يعني استأصلناه ما قبل ما هالأزمة اللي صارت بسوريا، رجعت بعض الحالات من المسلحين اللي اجوا من خارج القطر وجابوا عائلاتهم للقطر، واستطعنا كدولة انه نستأصله من جديد وتكون سوريا خالية من شلل الأطفال بسبب اعطاء اللقاحات وحملات اللقاحات الكثيرة التي قامت بها الدولة. السعال الديكي والكوزاز والدفتريا من الأمراض الخطيرة جدا، كمان إلى لقاحاتها. الهيموفيلوس انفلونزا المستدمية النزلية إذا أصيبت الأطفال الصغار إلى كمان خطورة فائقة على حياة الطفل، كمان إلى لقاح. الالتهاب الكبد بي كمان من الأمراض الخطيرة، يعطى اللقاح. شلل مثل ما حكينا الام ام ار، الحصبه والحصبه الالمانيه والنكاف كمان تعطى لقاحاتها، وهذه اللقاحات تقي من هذه الامراض اللي عديتها، تقي الاطفال من هذه الامراض والتي هي في عالم الطفوله هي خطيره جدا. دكتور، من الحمله الاخيره اللي اطلقتها وزاره الصحه، خلينا نحكي عن هي الحمله وشو هي اللقاحات وماذا اهميتها اليوم للاطفال. هلا الدوله دائما عم تقوم بحملات للأطفال المتسربين من اللقاحات، يعني مثل ما قلت بسبب الهجرات بسبب الحروب، والحمد لله بلدنا هلأ صار بلد آمن واستقرار السكن فيه صار، فكتير ناس
لسبب أو لآخر تسربت أطفالهم من اللقاحات، فالدولة دائما عم تعمل حملات للقاحات للمتسربين أو مو مكملين لقاحاتهم. من 13/10 عملتها لمدة 5 أيام. أي طفل ما أخذ لقاحاته أو مسرب منه بعض اللقاحات، يعني نحن بنقول مثلا لقاح الرباعي لازم يكون أخده 5 جرعات خلال فترة معينة، فأطفال أخذينه 2 أو 3 لازم يأخذ اللقاح. فدائما تسرب اللقاح بخفف من المناعة ضد المرض، فلازم يكتمل اللقاحات تبعه. فهون الدولة عم تقوم بهالإجراءات هاي بإعطاء حملات للمتسربين المنكمل لقاحاته حتى نكتمل باللقاحات. يعني دائما الدولة مشكورة عم تحاول تطور برنامج اللقاحات، لكن هذا مكلف جدا على الحكومة. لكن مع كل هذا عالم الطفولة له خصوصية بعمل حملات اللقاحات التي تقي أطفالنا من أمراض كثيرة. دائما نحن الأهل بيخافوا، بيقول لك هذا اللقاح بيعمل حرارة، عند بعض الأطفال بيعمل مو عند الكل. هلأ إذا عمل حرارة لدرجة معينة، خافضات الحرارة عم نعطيها وخاصة الباراسيتامول بنستخدم مع يعني كمادات، عم تمرق الأمور خلال يوم والتاني بشكل يعني الحمد لله بدون أي اختلاطات. مكان اللقاح ممكن يترك مثلا وزمة عند بعض الأطفال أو يكون في ارتكاس موضعي، بنقول له نعملوا كمادات بتريح الألم عند الطفل مع باراسيتامول مسكن للألم، 2 أو 3 كمان بيروح. الMMR ممكن يعطي بعض الأعراض خلال بعد أسبوع، كمان بنقول لهم هالشي هذا مشان يكون عندهم معلومة أنه ممكن يعمل اضطراب. لقاح السل ممكن يترك ندبة بعد شهر أو بعد شهرين، فبأيام كتير براجعنا للعيادات ليك دكتور طالع له حبة، هذا من اللقاح، هذا ارتكاس طبيعي للقاح السل. بعض الأحيان بعض الأطفال بصير عندهم بعض الارتكاسات التحسسية من لقاح، من تركيبة لقاح، بسبب لأنه أكثر اللقاحات منها مركب مثلا الMMR بيضيفوا له من يعني من مشتقات البيض، فاللي عنده حساسية للبيض ممكن يتحسس منه، لقاح الشلل ممكن يتحسس بعض منهم منه. فبعض وهم نادرين الأطفال بيتحسسوا من هاللقاحات هاي. إذا صار في عنده اضطراب تحسسي بيعالج الاضطراب التحسسي، ومنحاول نعطي يا نوع آخر من اللقاحات يا ما نعطي اللقاح يلي يتحسس منه الطفل. فلذلك دائما المراكز الصحية لازم يراجعوا المراكز الصحية حتى يعطوا اللقاح، وإذا في عنده اضطراب تحسسي لمرض لأكل معينة لدواء معين يقولوا لهم للمركز الصحي للطبيب الموجود أنه ابني بيرتكس من هالمادة الغذائية أو من هالدواء هذا، هو بيعرف الطبيب موجه بيكون أنه إذا كان بيتأثر باللقاح ما بيعطي اللقاح. والارتكاسات على اللقاح هي بسيطة، في بعض الأطفال ونادرين اللي بتصير في حرارات شديدة وبصير في اختلاطات اختلاجية أو ما شابه ذلك، هدول متوجه بلقاحات أخرى عندهم حتى ما يصير عنده هالاختلاطات هدول. طيب دكتور، ركزنا على حملة 13 الشهر وحكينا هيك بشكل عام عن أهمية هي اللقاحات وخاصة للأطفال اللي ما هم مستكملين لقاحاتهم، ولكن بشكل عام إذا بدنا نحكي عن اللقاح بأي عمر لازم نبلش فيه؟ هو من عمر الولادة. يكون بساعة الولادة يمكن أول إبرة بتتعمل. هلا أقول لك شغلة، خلينا نكون منطقيين، طفل طالع لسه من الولادة لساعته هذا، يعني لازم خلال فترة الأسبوع الأول من الحياة في بعض الأيام إذا كان الطفل خداجة شديدة يفضل تأجيل اللقاح البدئي إذا ما عند الأم عامل استرالي إيجابي وأمور الأم صحية سليمة وما رح تعديه من خلال الولادة بهالمرض هذا، يؤجل بشكل بسيط حتى يكتمل نمو الطفل إلى وزن معين. يعني لازم يكون وزنه فوق 2.5 لـ3 كيلو، يعني مو شرط دائما أنه ولد وزنه 1.6 كيلو رو أعطيه اللقاح، يعني شوي إلى إشارة استفهام. يعني نحن منقول بعد الولادة الطفل تمام الحمل بوزن طبيعي لازم بعد الولادة يراجع مركز الصحي بعد ما يطلع من المشفى ويستقر وضعه، ما يحتاج إنعاش، ما يحتاج شغلات، بيراجع المركز الصحي بيعطوه اللقاح وبيبلشوا ينظموا له برنامج اللقاح تبعه بحسب برنامج وزارة الصحة. إذن منذ الولادة نتمنى من الأهالي
أنهم يراجعوا مراكز الصحية لإعطاء اللقاح الأولي وهو السل وشلل صفر والتهاب الكبد بي، ومن ثم ينظم اللقاح بعد شهرين بيأخذ الجرعة اللقاح الآخر، وبصير بقى بتنظم برنامج اللقاحات التي تقي برد بقلك من الأمراض الخطيرة. لقاح السل الدولة عم تأمنه، بلادنا فيها مرض السل، في بعض منهم بيقول لك أخي هذا ما عاد لازم يؤخذ، بل بلادنا لسه فيها الأمراض هي الخطيرة، فلازم دائما نقي أطفالنا من هذه الأمراض. التهاب الكبد بي نسبة العامل الإسترالي الموجود الحاملين بالمجتمع حوالي 6%، فإذا كمان هو جدا ضروري لأخده. والشلل، الشلل من أهم اللقاحات يلي لأنه لا سمح الله انتشاره انتشار وبائي، فلذلك الحمد لله عم نعطيه وعم نعمل وقاية من هذا المرض في مجتمعنا في سوريا. في بعض ذكرت نقطة بس خلينا نوضحها، أنه بعض الأطفال ممكن يصيبهم اختلاجات مع بعض أو ممكن لا. طيب اليوم هون حسب شو؟ حسب المناعة أو طبيعة الجسم؟ حسب طبيعة الجسم. في بعض الأطفال بيصير عندهم ارتكاس، فبيصير عندهم من اللقاح السعال الديكي من مركبه ممكن يصير في عنده حرارة ارتكاس شديد. هون إذا ما وصل لحد الاختلاج بنسيطر على الحرارة، يعني ما فيني أقول إنه، لكن بعض الأطفال اللي عندهم اضطرابات عصبية صرع، بياخذوا أدوية صرعية أو بيكون عندهم اختلاجات للحرارة الشديدة، أكيد بنحاول نأمن اللقاح اللي ما بيعمل حرارة لهم عن طريق يعني قطاع خاص أو شيء. أما بالعموم هدول نادرين، يعني الأطفال اللي ما في نسبة كبيرة، ما في نسبة كبيرة، نسبة قليلة. دائما اللقاح نحن بدنا ناخذ وجهة نظر، يعني عند أجدادنا، وهذا أنه ما كان في لقاحات سابقا أو عشنا، لناخذ أنه كان عدد الولادات أكثر بكثير، بس نسبة الوفيات كانت كثيرة. بسنة الطفولة أو السنة الأولى من الحياة العمرية سابقا كانت كثيرة نسبة الوفيات، يعني كان الواحد يجيب له 10 أولاد يعيش له ولدين أو ثلاثة بسبب أمراض الطفولة. حاليا لا سمح الله نسبة الوفيات بالأطفال دون عمر السنة قليلة جدا إلا بالأمراض الشديدة، وهذا الشيء حسن من عدد السكان. يعني كان عدد سكان سوريا مثلا عام 1970 6 ملايين، هلا 25 مليون. إذا تحسن واقع الحياة، تحسن واقع المناعة، تحسنت واقع تقديم الأمور الصحية للأطفال، فتحسنت البقية عند الأطفال أحسن وحياتهم صارت أفضل. نعم. فلذلك اللقاح يقي من الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفيات عند الأطفال في السنة الأولى من الحياة العمرية، وهذا الشيء لازم يعرفوه الأهالي مشان ما نضل نسمع شو كان يقولوا أجدادنا ونهرب من اللقاح مثل ما كان يقولوا أجدادنا، أو الجيل اللي ممكن ماشي على آلية أنه أي بيمنع لحاله الولد. لا، أكيد ما بيمنع ضد هالأمراض الخطيرة لحاله، لازم يأخذ اللقاحات. الاختلاطات ممكن تؤدي إلى الوفاة عند الأطفال بالأمراض الشديدة. هلأ بعض اللقاحات ما أنا موجودة لسبب، يعني دائما سوريا تحاول أن تطور برنامج اللقاحات، لكن كلفة اللقاحات وكلفة تجديدها كلفة باهظة جدا، يعني على عاتق الدولة من الصعب حاليا انه نضيف بعض اللقاحات، لكن دائما رؤية الدولة بإضافة لقاحات بحسب أولويتها وخطورتها على عالم الطفولة رح تكون هناك تجديد وتحسين في برنامج اللقاحات. يعني حاليا عم نشتغل ندخل لقاح الروتا. الروتا هو عبارة عن فيروس بيصيب الأطفال بأعمار صغيرة جدا، لازم يأخذ اللقاح الواحد بعمر 6 أسابيع لـ 8 أسابيع في بداية حياته ليقي الطفل من الإسهالات بالروتا القاتلة للأطفال باختلاطاتها المخيفة. فهذا الشيء وموجودة بنسبة شوي عالية، والروتا كمان بيعطي أمراض أخرى أو أعراض أخرى، فمرض خطير. الدولة حاليا عم نحاول بآلية معينة إضافته لبرنامج اللقاحات، لكن بياخد فترة من الزمن لتأمينه بطريقة معينة، بتعرفوا كلفته وإضافته لبرنامج اللقاحات. لقاح السحايا، لقاح الرئويات، هدول كمان من الضروريات عند الأطفال، كمان الدولة عم تلحظه وتحاول بأقرب فرصة أنه تدخلهم ضمن برنامج اللقاح الوطني في سوريا إن شاء الله. اللقاح الجدري يعني كمان من حبز يكون موجود. الجدري هو من الأمراض
العالم بتعتبره أنه سهل، هو سهل أكيد، لكن في بعض الأحيان يعني هو بيخفف مناعة الطفل بيصاب بالجدري. يعني بس نعطي هيك همسة أنه اللي بيصاب بالجدري بيضل شهر أو أكثر عنده ضعف بالمناعة، فممكن ينصاب بإنتانات أكثر من غيره، بإنتانات رئوية، بإنتانات يعني شديدة شوي أكثر من الإنفلونزا، بتجي له أقوى لمدة شهر، بيصير جهازه المناعي ضعيف. فلذلك يعني حتى بعض الأحيان الأهالي إنه والله انصاب ولد بالجدري، بيبعتوا الجيران أولاده اللي ينصابوا بالجدري. قال يعني هالعادات الخاطئة، هي عادات خاطئة، يفضل عدم إصابة الطفل بالأمراض الإنتانية. مو نروح نحن والله نبعث لينعدى بالمرض والله أحسن وعلى بكير، أكيد لا، منحاول بما نستطيع أنه نبعد أطفالنا عن الأمراض يلي الخطيرة يلي ممكن تؤثر على الجهاز المناعي عنده وتؤدي لاختلاطات شديدة. لقاح الإنفلونزا ممكن الموسمي هو يقي من الإنفلونزا الشديدة يلي يعني نحن في عنا دائما كل سنة. الفيروس هو أصغر خلق الله وهو أقواها حقيقة. بعض الفيروسات اللقاح الإنفلونزا هو يقي من 3-4 أنواع من الفيروسات الشديدة، إذا أصيب فيها الإنسان ممكن تؤدي لأعراض شديدة، واللي عندهم ضعف بالمناعة ممكن أنه تؤدي إلى اختلاطات شديدة عنده. هذا اللقاح يقي من هذه الفيروسات الشديدة، كل سنة بيغيروا لأنه الفيروس بيغير شكله كل سنة، فلذلك كل سنة موسمي نحن بنسميه. وكمان بيخفف من الإصابة بالفيروسات الأخرى، لأنه نحن عنا قاعدة من الفيروسات تعطي أعراض الإنفلونزا شي 200 فيروس أو أكثر. هذا اللقاح بيخفف من أعراض حتى الفيروسات الأخرى إذا أصيب فيها الإنسان، فهو لقاح ضروري. وإن شاء الله عم تشتغل وزارة الصحة لتصير تأمنه، خاصة للناس ضعيفي المناعة أو الناس اللي عندهم أمراض مزمنة لازم ياخذوه كبار السن أو الأطفال الصغار. دائما اللقاح هو فائدة للطفل، لازم نعطيه بس ينوجد، وما نقعد نسمع بالعادات والتقاليد الخاطئة يلي بتخلي الأهالي بعض الأهالي يسربوا أولادهم من اللقاحات اللي تقي من الأمراض الخطيرة. إن شاء الله دكتور بالصحة والسلامة لكل الأطفال. بنهاية حديثنا هيك نصائح عامة لكل الأمهات بموضوع اللقاح. إن شاء الله دائما اللقاح مثل ما قلنا مضاد استطباب للقاح نادر جدا، إلا اللي عنده حرارة شديدة ما بنعطي اللقاح، إلا اللي عنده أمراض مناعية اضطرابات بالجهاز المناعي. بعض اللقاحات الحية مثل الشلل الأطفال أو الMMR هدول ما بنعطيهم. يلي عنده لا سمح الله الأبيضاض الدم أو الأمراض السرطانية أو الأمراض الاستقلابية الشديدة أو بعض الأمراض، هون طبيب الأطفال بيحدد إذا برنامج لقاح خاص فيهم. فإذا الطفل سليم، نتمنى أن الأهالي يعطوا أطفالهم لقاحات لنقيهم من الأمراض، ويكونوا دائما أطفالنا سليمين بحياتهم بعيد عنهم الأمراض، يكونوا بسمتهم بسمة حياتنا، ودائما هن الطاقة الإيجابية في حياتنا. وشكرا لكم لبرنامجكم الجميل. شكرا دكتور قصي لحضورك اليوم، ويسعد صباحك. صباحكم أحلى.